السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم أعني بعبد من أمتك يعينني على رواية سيرة الحبيب اللهم اعنا على روايه سيره سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من في هذا الصباح المبكر السلام عليكم يا شيخنا الجليل وعليكم السلام من انت انا في ضيافتك اهلا ومرحبا يا شيخنا اعلم ان لك بناء لم تتم وزرعا لم تحصد اعلم يا اخي الامام

فهو سيرة النبي محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فآن الأوان لتروي لنا هذه السيرة العظيمة، هذه الملحمة الكبرى، وهذه النقلة التاريخية التي غيرت الحياة على كوكب الأرض كله. ولكني أخاف يا أخي الإمام. أخاف نعم اخاف انها اكبر مني انها مسؤوليه هائله تنوء من حملها الجبال والله اني لاخوف منك والله اني لاشد حرصا وولعا وشوقا من سرد هذه السيره المباركه حين يسالني الله عن كل صغيره وكبيره فيها ولكنها الامانه نعم انها الامانه نعم امانه وعلي ان اؤدي الامانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وسيره النبي امانه على كل من علم بها ان يؤديها الى عامه المسلمين وخاصتهم والان يا اخي الامام هل ستشاركني في هذه الروايه هل ستحمل عني بعضا من حملها هل ستكون عونا لي من هنا بدات السيره النبويه الشريفه من مكه كان صلى الله عليه وسلم عظيم النسب شريفا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ويمتد نسبه الشريف إلى سيدنا إسماعيل ابن سيدنا الخليل إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه جميعا صلوات الله وسلامه عليه وكان هاشم بن عبد مناف وهو أبو عبد المطلب جد النبي. كان هاشم رجلا كريما شجاعا. استطاع أن يحول مكة إلى مدينة تجارية كبيرة، بعد أن كانت موطئا تجاريا بسيطا. «يا هاشم، نراك بحماسك الكبير وغيرتك على عشيرتك تريد ان تنقل مكه نقله تجاريه كبيره بالفعل لقد عقدت عقود ايلاف مع قبائل الشام وستكون لقريش رحلتان رحله في الصيف الى الشام ورحله في الشتاء الى اليمن ما اسعد قريش بك يا هاشم ادعو جميع القوافل من كل البلدان الى ان تقوي تجارتها هنا في مكه حيث بيت الله الحرام والامن والصدق في المعامله ما رايت احدا يحب بلاده مثل هاشم بن عبد مناف وكان هاشم كثير الترحال وفي اثناء سفره الى الشام راى احدى بنات بني النجار فاعجبته وقرر الزواج بها وهكذا تزوج من سلمى بنت عمرو احد بني عدي بن النجار وقد تركها هاشم عند اهلها وقد حملت بعبد المطلب ومات هاشم ودفن بفلسطين لقد مات ابوك يا شيبه مات ابوك وقد لقب عبد المطلب بشيبه لوجود شعر ابيض في راسه عند ميلاده وبعد موت هاشم الت السقايه والرفاده الى اخيه المطلب بن عبد مناف وكانت قريش تسميه الفياض لكثره خيراته وعطائه تعال يا شيبه يا ابن اخي تعال يا عبد المطلب اذهب مع عمك يا شيبه <applause> فذهب المطلب به الى مكه فعاش معه وعند وفاته الت السقايه الى عبد المطلب وبينما كان عبد المطلب جد النبي صلوات ربي وسلامه عليه نائما راى رؤيا عظيمه وما كانت لتجيء الا لرجل سيكون له ولحفيده شان عظيم ما هذا ما هذا الذي رايته في منامي ولماذا أنا بالذات من بين رجالات العرب وسادتهم أحفر بئر زمزم، أنا أحفر هذه البئر وحدي، يا لها من تبعة وشرف، لا يسعني إلا أن أنفذ ما أمرني الله به. وبينما كان عبد المطلب جد النبي صلوات ربي وسلامه عليه نائما وهو من ولد هاشم بن عبد مناف راى عبد المطلب رؤيا عظيمه وما كانت لت... الا لرجل سيكون له ولحفيده شان عظيم ماذا تفعل يا سيد قريش ومن امرك بحفر هذه البئر هي رؤيا صدق وحق ولكنك لست وحدك من تملك هذه الارض كي تحفرها وتتصرف فيها كيف تشاء انا لا افعل ذلك من تلقاء نفسي انما هي اوامر رب البيت الماء الماء لقد خرج الماء وعادت بير هاجر واسماعيل عليه السلام الكنز الذي تفجر من تحت اقدام جدنا اسماعيل سيكون لكل اهل مكه نصيب فيه اللهم لك الحمد رب الكعبه رب البيت الحرام رب السماوات والارض نظر عبد المطلب جد النبي صلوات الله وسلامه عليه نذرا أدهش العرب سأذبح أحدهم نعم يا معشر قريش إن رزقني الله عشرة أبناء سأذبح أحدهم وتزوج عبد المطلب بأربع نسوة ورزقه الله تعالى عشره اولاد كان من بينهم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى يا مولانا الامام على من وقع الاختيار اختيار ماذا يا شيخنا الجليل من سيذبح عبد المطلب من اولاده

محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تحيي بها روحي وتوفر بها فتوحي وترفع بها حجتي وتنور بها قلبي ترى ماذا تفعل ام ترى ولدها وهو يذبح امام عينيها بل ماذا يفعل والد اضطره نذره لأن يمسك سكينا ليذبح ولده وكأني أراه الآن بعيني وهو في صراع داخلي مرير يا سيد قريش لي رأي أراه حلا ومخرجا قل قل هو عجل به تذهب إلى كاهنة الحجاز لعل لديها مخرجا مما نحن فيه يا رب الكعبة يا رب الكعبة، يا رب البيت الحرام، أغثنا، أغثني يا رب الكعبة، وارحم قلب أم يتمزق من الحزن، أم تركناها ذبيحا بين يدي أبي ارحمني يا رب البيت الحرام ارحمني <applause> يقولون إن عرافة الحجاز أوصت بفداء لعبد الله بعد ضرب القداح بسهم لعبد الله وسهم للابل وماذا لو استقر الامر على ذبح عبد المطلب لعبد الله ماذا ستفعلين يا هاله واخذ عبد المطلب يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الابل فاذا خرجت على عبد الله يزيد من الابل عشرا فلم يزل يفعل ذلك حتى بلغت الابل مئه فوقعت القرعه عليها فنحرت عنه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا ابن الذبيحين يعني اسماعيل واباه عبد الله هذا سهم الابل والفداء لقد نجاك الله يا عبد الله لم لا تزوج عبد الله يا سيد قريش سنزوج عبد الله بامنه بنت وهب لنتم الفرحه ترى يا امام لماذا تعددت ازمات عبد المطلب بن هاشم لان الازمات لم تقف عند ذبح عبد الله ولكن امتدت الى بيت الله الحرام وهكذا بدا الصراع في ارض اليمن ليمتد الى مكه أنا أبرهة الملك الحبشي أنا من لا يجرؤ أحد على منازعة أمري وعرشي ولكن الملك أرياط لا تقل ملك وأنا موجود أرياط ينازعك عرش اليمن يا ملكنا المعظم فلنتقاتل على عرش اليمن لي فكرة جيدة قلها يا وزيري بدلا من أن تفنى جيوش الحبشة بينكم تقاتل انت وهو فقط فكره طيبه تحافظ على دماء المسيحيين فلنتقاتل انا وارياط يا عتودة أمر مولاي إذا رأيت أرياط يقاتلني فيكاد يقسم ظهري فاحمل عليه واقتله سمعا وطاعة يا أشرف الناس فانتصر أبرهة بالغدر وقتل عتودة أرياط وانضم جنود أرياط إلى أبرهة واجتمعت عليه الحبشه باليمن فحكمها يا وزير يقولون ان للعرب بيتا يقال له البيت الحرام نعم يا ايها الملك انا ابرهه الحبشي النائب العام للملك النجاشي بنينا القليس لتكون بديلا عن البيت الحرام ولكن العرب قلوبهم متعلقه بذلك البيت سادموا حتى تتحول التجاره كلها للقليس وقتها ستكون جزيره العرب سدا جغرافيا منيعا امام اطماع الفرس <applause> تلميذ نجيب يا وزير <applause> ما بك يا هاله ازداد قلقا مما تفعلين <applause> لقد تأخر عبد الله في الشام وأمنة حبلة وأخشى على عبد الله من الطريق وعلى آمنة من الفزع لا تفزعي فقد تعودنا على هذا في سفرنا ولقد اخترنا له أفضل امرأة في قريش النسبة مدحت رسول الله أبغي بمدحه أفور حظوظي من كريم المآرب. مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب. الله أكبر الله أكبر. وماذا عن النبوءات بقدوم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يا أخي الإمام؟ رؤيا ربيعة بن نصر ملك اليمن. يا حراس يا حراس يا حراس سمعا وطاعة أيها الملك ربيعة إيتوني بأكابر الكهنة والسحرة هيا هيا سمعا وطاعة ماذا رايت من رؤيا يا مولاي من اخبرني انت يا سطيح دون ان اخبرك انا بما رايت ان كنت صادقا آه، رايت حممه خرجت من ظلمه فوقعت بارض تهامه فاكلت منها كل ذات جمجمه ما اخطات منها شيئا يا سطيح فما عندك من تاويلها وكان تاويلها ان الحبش ستنزل ارض اليمن ثم يخرج على الاحباش ارم بن ذي يزن من عدن فيطردهم من اليمن وهل يدوم ملكه سيقطعه نبي زكي. نبي زكي؟ من ولد من؟ من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر. وإلى متى يستمر ملكه؟ يكون الملك له ولقومه إلى آخر الدار. And the prophecies of the arrival of Muhammad started. Les prophéties sur l'arrivée de Muhammad commençaient. امنه هذه امرها عجيب في كل شيء. لماذا يا مولاتي هاله؟ تقول إنها رأت نوراً يخرج من بطنها يضيء العالم بأسره. أتذكرين يا مولاتي رقية بنت نوفل والتي كانت ترى نوراً بين عيني ابنك مولاي عبد الله؟ نعم، وأرادت أن تتزوجه، ولكنه تزوج آمنة فدخلها هذا النور. مات عبد الله! مات ابن عبد المطلب! مات عبد الله، مات عبد الله، مات ابن عبد المطلب يا معشر قريش، مات عبد الله، مات ابن عبد المطلب مات ابن عبد المطلب ماتَ عبدُ الله، ماتَ ابنُ عبدُ المطلِب، ماتَ عبدُ الله، ماتَ ابنُ عبدُ المطلِب آه يا إمام، ما أجمل مكة، قلوبنا تعلقت بها، ونفوسنا تهفو إليها كل عام. ترى، هل سيصبر عبد المطلب أم يضجر يا شيخنا؟ لقد أصابته مصيبة الموت في ولده عبد الله، وتزامن هذا مع خبر قدوم أبرهة لهدم الكعبة. قدوم أبرهة كان سهلا يسيرا. لأن العرب تفرقوا ولم يجتمعوا لقتاله، فأصابهم ما أصابهم من عدوهم مولاي أبرهه ماذا وراءك يا وزير اخشى ان تهاجمنا قبائل العرب من خلفنا <applause> لا من خلفنا ولا من امامنا ولن ياتينا سهم واحد من العرب ما هذه الثقه يا مولاي اسمع يا وزير ان اهل مكه اهل تجاره وليسوا اهل حرب وأهل حمير واليمن يا مولاي لا فرق بينهم، فالعرب نائمون عنا. العرب ليسوا أهل قتال، فسر ولا تخف. يا سيد قريش، لماذا لا تجمع قريش أحلافها وتقاتل أبرهة؟ يقولون إن أبرهة جاء بجيش لا قبل للعرب به. جيش عرمرم قوامه ستون الف جندي وتسعه افيال فانظروا ماذا تفعلون لئن لم يجتمع العرب للدفاع عن بيت الله الحرام اصابنا الله بنوازل لا قبل لنا بها والله ليس فينا من جبان ولا خائن ولكنه الواقع الذي نصادفه لا قبل لنا بجيوش ابرهه علينا معشر حمير ان نهاجم جيوش ابرهه مهما كان الثمن اذا دخلوا بلادنا ذبحوا ابناءنا ولن يبقوا على احد يذو نفر علينا ان نقاتل ابرهه وفيله ابرهه فلنبدا القتال لو تجمع العرب كلهم وكانوا يدا واحده هل كان لابرهه ان يصل الى مكه هكذا نحن دائما نهزم انفسنا قبل ان يهزمنا اعداؤنا ولكن الامه لا تخلو من الرجال والشجعان يا مولانا الامام ولتنظر ماذا فعل اهل حمير بجيش ابرهه

فهزم ذو نفر واصحابه واتي به اسيرا فلما اراد قتله قال له ذو نفر يا ايها الملك لا تقتلني فانه عسى ان يكون بقائي معك خيرا لك من القتل فتركه وحبسه عنده في وثاق وقال نفيل ايها الملك لا تقتلني فاني دليلك بارض العرب وهاتان يداي لك على قبيلتي بالسمع والطاعه فخلى سبيله وهكذا تفرقت القبائل في قتال ابرهه وقاتلت كل قبيله عن نفسها فهزمهم حتى وصل الى مشارف مكه فاخذ مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم لم يكن ابرهه ليفعل هذا لولا الضعف الذي راه من معشر العرب نحن معشر كنانه دبرنا امرنا ورفعنا رماحنا لقتال ابرهه وكذلك هذيل ليس لنا طاقه بهم اتتركهم بعدما اخذوا بعيرك يا سيد قريش انا حباطه الحميري رسول ابرهه اليك يا سيد قريش ماذا تريد الملك يقول لك اني لم ات لحربكم انما جئت لهدم هذا البيت ولا نحن نريد حربا وما لنا بذلك من طاقه فانطلق معي الى ابرهه لا تذهب يا سيد قريش Abdul Muttalib was aware of the drastic force of Abra. That's when he said his famous say: The lord of the house will protect it. Abdul Muttalib était conscient de la force considérable d'Abra. À ce moment, il dit cette fameuse phrase: Le seigneur de la maison est capable de la protéger. أراك صامتا يا إمام، ألا تحدثني فيما سيكون الحوار بين أبرهة وعبد المطلب؟ ليس صمتا، بل تأملا، ماذا لو كان العرب تجمعوا في وجه أبرهة؟ إننا نحدث أجيالا يا شيخ، أجيالا تتغذى على مائدة أفقارنا ولماذا يتكلم عبد المطلب بضعفه امام ابرهه بقوته فالضعفاء لا يحكمون العالم انما يسمعون فقط ويطيعون ولهذا يتسيد ابرهه الموقف وكان رد عبد المطلب رد المغلوب على امره أتى إليك عبد المطلب سيد قريش. فليتفضل. أريد إبلي أيها الملك. تريد إبلك؟ أتيت لأهدم بيتكم، البيت الحرام كما تسمونه، وتقول أريد إبلي. نعم، أريد إبلي، فأنا رب الإبل. والبيت. للبيت رب يحميه ما أعجبكم من قوم جئت لأقطع أرزاقكم وأحتل بلادكم وأهدم بيتا تقدسونه ثم تقول هكذا يا حباطة أعطيه إبلة أمرك يا مولاي وخلوا بيني وبين البيت ساهدم الكعبه ساهدم الكعبه وبينما هما في وادي محسر بين المزدلفه ومنى اقبل نفيل بن حبيب فلما وجهوا الفيل الى مكه قام إلى جنب الفيل، ثم أخذ بأذنه، فقال: ابرك محمود، وارجع راشدا من حيث أتيت، فإنك في بلد الله الحرام، وترك أذنه، فبرك الفيل. برك الفيل ولم يقم ليتقدم الى الكعبه وكانوا كلما وجهوه الى الجنوب او الشمال يقوم ويهرول وبينما هم كذلك اذ ارسل الله عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل مع كل طائر ثلاثه احجار حجر في منقاره وحجران في رجليه لا تصيب احدا الا صار تتقطع اعضاؤه ففروا هاربين يموج بعضهم في بعض فاما ابرهه فقد رجع وهو يتالم وتتساقط انامله انمله انمله فلما وصل الى اليمن انصدع صدره عن قلبه فهلك لعنه الله للبيت رب يحميه حمدا وشكرا لك يا رب البيت الحرام إلى دياركم آمنين فلن يجرؤ ظالم بعد اليوم على هدم الكعبة عودوا أيها الناس بل تهللوا وتفرحوا اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تؤكد بها حبي وتحقق بها قربي وتزكي بها لبي وتفرج بها كربي بعد خمسين او خمسه وخمسين يوما من واقعه الفيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسون وثناء في يوم الاثنين لاثنتي عشره ليله خلت من ربيع الاول فانظروا ماذا حدث يا معشر يهود يا معشر يهود طلع الليله نجم احمد الذي ولد به لبيك اللهم لبيك، أنقذت بيتك الحرام من الجبابرة، فرفعت شأن العرب، وأعليت قدرهم. يا أبتي، يا أبتي، لقد ولدت آمنة ولدا كالبدر في تمامه، النور يملأ وجهه، جميل مكمل. أتذكر يا أبا طالب؟ حين ذكرت لك ان جارا من اليمن قد ابلغني ان النبوه في قومي ومن صلبي كما ابلغك بهذا سيف بن ذي يزن عندما دخل اليمن تعال يا سيد قريش اقترب. جئنا لنهنئك بنصرك على الأحباش. ولد له علامة سيولد في تهامة، سيكون له الملك إلى يوم القيامة، سيكون نبي هذه الأمة، سيموت بعد حين أبوه، ويكفله جده وعمه. وما شأني به؟ إنه من صلبك يا عبد المطلب. وحذره الملك من اليهود ومن قومه. حذره من أنهم سيحاولون إذاه، ولكن رب البيت يحميه. احرص عليه ولقد سميته محمدا ليكون محمودا في الارض وفي السماء محمد والله انك لتعلم ان عبد الله اخي هو احب اخوتي الي تقول سيدتي امنه انها رات نورا خرج منها وصل الى قصور بسرى من ارض الشام يا له من ولد مبارك وكانت تقول انها تشم منه رائحه المسك اصبري يا حليمه لعل الفرج ياتي نحن في سنه شهباء مجدبه وهذه الناقه المسنه لا ترمي بقطره وابني لا ينام من الجوع هيا الى مكه ارض الخير يا امرأة بني سعد! أنا حليمة، ابنة أبي ذؤيب. أريد أن أسترضع حفيدي اليتيم عندك. وماذا أفعل بيتيم؟ إن ابني هذا يكاد يموت من الجوع. يا ويلتي، ويا له من ذنب، سأعود لهذا اليتيم. لعل البركة فيه. محمد، peace be upon him. was a blessing on Halima. Her husband, her land, and her sheep. Mohammed, que la paix soit sur lui, était une bénédiction pour sa nourrice Halim, son mari, sa terre et ses moutons. Yeah, Harith, yeah, Harith. ماذا يا حليمه لقد اقبل على ثديي فشرب حتى شبع وشرب ولدي حتى شبع ما هذا الخير ما هذه البركه لقد اخذنا نسمه مباركه والله اني لارجو ذلك وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بركه على حليمه واهلها فشربوا من بعد عطش وطعموا من بعد جوع واصبحت اغنامهم شبعه فحلبوا وشربوا من بركه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولكن ما الذي جعل حليمه وزوجها يسرعان باعاده النبي الى اهله يا حليمة ما الذي جرى لأتانك المعطلة؟ إنها بركة محمد الذي جاءهم من مكة أكففن عيونكن أكففن فإن الصبي طيب رقيق الطبع ما لك يا حيرث؟ لقد بلغ محمد سنتين من عمره والبركه تجعله اكبر من ذلك فهل تريد مني ان اعيده الى امه امنه والله ما اريد ولكن لاهلي علينا حق وقد اديناه يا حبيبي يا محمد مرت سنتان وانت بعيد عن بركه التي تحبك اكثر من روحها يا حبيبي يا محمد يقتلني الشوق اليك اما اشتقت لبركه فاني والله لا اقوى على فراقك فكانت بركه خادمه عبد المطلب تبكي هناك وحليمه تبكي هنا ولكن محمدا قد فطم ولقد شب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ السنتين حتى ظهرت عليه علامات الفطنه والذكاء يا سيدتي امنه لو تركت محمدا عندي حتى يغلط فإني أخاف عليه وباء مكة فوافقت آمنة على عودة النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة خوفا عليه من وباء مكة يا أبي يا أمي إن أخي الكرشي أخذه رجلان عليهما ثياب بيد وشك صدره ما لك يا بني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق صدري فالتمس شيئا لا أدري ما هو يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله تقول آمنة لحليمة: ما أقدمك؟ وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك. وخافت حليمة أن تحكي لأمه ما حدث، وأصرت آمنة حتى حكت لها حليمة، وهي خائفة مذعورة. وإني تخوفت عليه من الشيطان. نعم، نعم يا سيدي عبد المطلب، وما أجملها من أيام أعيشها إلى جواره بعد أن عاد وهو في الرابعة من عمره. المهم يا بركة أنه عاد، وسيسافر إلى أخواله من بني عدي بن النجار بيثرب. هكذا أنت يا حبيبي، ما تكاد تقترب. حتى تبتعد. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحداث والنبوءات والمعجزات والكرامات والمحن والمنح، فلم يكن يدرك أن زيارته مع أمه هي آخر لقاء لها به. فلقد ماتت في الأبواء بين مكه والمدينه وانه لامر عجيب يا شيخنا الجليل وماذا بعد يا شيخنا الجليل اتعجب من قدر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فابوه عبد الله جاء من الشام فمرض ومات بالمدينه وامه ماتت ايضا وهي عائده من المدينه وكان المدينه هي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مات ابوه وبجوارها ماتت امه وفيها يحيى النبي وفيها يموت فما اطيبها من ارض اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكشف بها غمي وتغفر بها ذنبي وتستر بها عيبي وتهيئني لرؤيته ومشاهدته وتسعدني بمكالمته ومشافهته وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب والأم، ولكن الله عز وجل أحاط نبيه بعنايته، وأنبته نباتا حسنا لما يريد به من كرامته. فلقد حماه الله تعالى، وصانه من صغره، وطهره من دنس الجاهلية، ومن كل عيب. واصبح جده عبد المطلب هو كفيله صلى الله عليه وسلم لقد اصبح محمد يتيم الاب والام واصبحت انا كفيله فاذا ما مت من يكفله فوالله ان له لشانا ارجع يا محمد انه مكان مخصص لجدك عبد المطلب فقط تعال يا ولدي اجلس بجانبي حدثني ابي انه يشعر ان اجله يدنو وانه قلق على محمد وقلت له بانني ساكفله يا ابا طالب ان لك اطفالا كثيرين وانت فقير ولكنني احب محمدا حبا جما واشعر انه احب الي من اولادي يا ابا طالب ان اباك على فراش المرض يرجو رؤيتك ورؤيه اخوتك When his mother died, his grandfather, Abdul Muttalib, took care of him. When he felt that the end is near, he recommended his son, Abu Talib, to take care of the Prophet. The Prophet was 10 years old when he worked with herding sheep. It was a very, very tough life. God was preparing him for a great mission. Quand sa mère est morte, son grand-père Abu Talib prit soin de lui. Et quand il sentit que sa vie arrivait à sa fin, il recommanda à son fils Abu Talib de prendre soin du prophète après lui. Le prophète avait dix ans et il s'occupait de l'élevage des moutons. C'était une vie très dure pour lui. Dieu le préparait à une grande mission. Yahabatalem, Abu Khaled frôche le mort, et il veut te ابي محمد من منكم سيكفل محمدا انا يا ابي بل انا انا الذي ساكفل محمد ابن اخي سيدكم من بعدي هو أبو طالب وهو الذي سيكفل محمدا احذروا عليه من قومه فإن آذوه فانصروه وإن حاربوه فايدوا فانه على الحق وهكذا، لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية أعوام، مات جده، وتحولت كفالته إلى عمه. "رحمك الله يا أبي، رحمك الله، <applause> يا لك من طفل يتيم وحيد لم أرى مثلك في صبيان قريش ولا في أبناء العرب تنتقل من دار إلى دار ومن كفالة إلى كفالة آه يا حبيبي يا محمد فاطمه يا زوجتي انا لا ادري ما الذي يفعله محمد ابن اخي انه صبي كالرجال صبور وقور عطوف رحيم مهذب جميل الطباع يا ابا طالب يا فاطمه انا لا ادري ما الذي يحمله على ان يرعى الغنم انه يشعر بنا وبما نمر به من ضائقه ما طلبت المال ولا ان اكون غنيا الا من اجل راحته <applause> لقد جهزت طعامه وسابعثه اليه وكانت الاغنام التي يرعاها سيد الخلق ليست كغيرها من الاغنام والماشيه التي يرعاها غيره فلقد حلت بركته صلى الله عليه وسلم عليها لدرجه ان اهل مكه كلهم تمنوا لو ان النبي رعى لهم ماشيتهم واغنامهم وكان طعامه صلى الله عليه وسلم منذ الفجر حتى غياب الشمس هو التمر والماء. ولشبابنا وبناتنا العبرة من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يرعى الغنم وهو في العاشرة من عمره. كرامته وعزة نفسه منعته من أن يأكل في بيت عمه أبي طالب دون أن يساعد عمه. كان يرعى الغنم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: "ما من نبي إلا ورعى الغنم". ما أجمل العمامة فوق رأسك يا ابن أخي. أتعلم يا مولاي أبا طالب أنا محمد أن محمدا تعلم السباحة في يثرب؟ وكيف كان حاله؟ كان يسبق من هم اكبر منه سنا بضرباته القويه انا عائف من بني لهب اتفرس الوجوه لاعلم ما انتم اليه ذاهبون فهاتوا غلمانكم يا ابا طالب خذ محمدا الطيب الطاهر الا الرجل العائف لا لا اخاف عليه يا زوجتي الحبيبه من ماذا يا ابا طالب من ماذا ردوا علي الغلام فوالله لا يكونن له شان قلبي يتعلق بمحمد يا فاطمة وقد تعلق هو بي إذن خذه معك يا أبا طالب لا لا اخاف عليه وحشه الطريق وعناء السفر انت ايضا لا تقوى على فراقه فخذه معك وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه ابي طالب الى الشام وكان الركب قد نزل بصره وهذه صومعه الراهب بحيره الذي راى الرسول من صومعته وراى غمامه تظله من بين القوم حتى نزلوا في ظل شجره قريبا منه فنظر بحيره الى الغمامه والى اغصان الشجره وهي تميل على النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اني قد صنعت لكم طعاما فانا احب ان تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم والله يا بحيره ان لك لا شأنني اليوم ما كنت تصنع ذلك من قبل فاجتمعوا اليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القوم ادعوا الغلام فليحضر هذا الطعام معكم فجعل بحيره يلحظه لحظا شديدا وينظر الى اشياء من جسده كان يجدها عنده من صفات النبي المنتظر فياخذ بحيره يسال النبي الكريم عن اشياء من حاله في نومه وهيئته واموره فجعل رسول الله يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيره من صفات النبي المنتظر ثم نظر الى ظهره فراى خاتم النبوه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له ما صلة القرابة بينك وبين هذا الغلام؟ إنه ابني ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً؟ فإنه ابن أخي فما فعل أبوه؟ مات وامه حبلى به صدقت فارجع بابن اخيك الى بلده واحذر عليه من اليهود فوالله لئن راوه عرفوا منه ما عرفت لن يسلم من شرهم فانه سيكون لابن اخيك شان عظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تؤكد بها حبي وتحقق بها قربي وتزكي بها لبي وتفرج بها كربي اكد بحيره لابي طالب ان ما قاله عبد المطلب هو الحق وان محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون له شان عظيم واصبح ابو طالب اكثر قلقا على محمد يخاف عليه من ايذاء اليهود واهل مكه وابلغ بحير الناس من حوله ان يوم مولد محمد قد اتى هو اليوم الذي أخمدت فيه النار التي يعبدها المجوس، ولم تخمد منذ ألف سنة. النار أخمدت! النار التي لم تخمد منذ ألف سنة، أخمدت! والشرفات تتصدع! ما الذي يحدث في هذا الكون؟ إيتوني بالكهنة! هيا! ما الذي يجري بملكي أيها الكاهن؟ يا مولاي كسرى، هناك أمر عظيم. أمر عظيم في ملكي؟ إن إخماد النار بعد ألف سنة ماذا يعني؟ وانقطاع الماء في وادي السماوة دليل على... على ماذا؟ وصول صاحب الجمل الأحمر من قبل العرب. من اين جئت بهذا ايها الكاهن موجود في كتاب زرادشت يا مولاي لن اترك ملكي لاحد ايا من كان واخذ ابو طالب يسرع في الوصول الى مكه خوفا على النبي بعدما حدثه عنه بحيره

avec l'arrivée d'Al-Mustafa. Abu Talib était très inquiet pour son neveu, Mohammed, à cause des Juifs. الراهب بحيره قال هذا عن محمد نعم ان محمدا ينتظره امر جلل اذا كان هذا فلا بد ان نجلس الى ورقه ابن نوفل لقد اختص بحيره محمدا باهتمامه واخذ يتفرسه ان محمدا منذ صغره وهو يلفت النظر نعم، فهو صادق أمين، منفلق الوجه، أكحل العينين، بشوش. إن كان ما يقولون صحيحا، فلعله الناموس الأكبر وخاتم الأنبياء. ولئن اعطاني الله العمر لاتبعنه وانصرنه ما لك يا ابا طالب تبدو حزينا اخاف على ابن اخي من اليهود وما لنا وما لهم لقد افزعك بحيره لقد شغلني على محمد واخاف ان اموت قبل اعطاك الله العمر يا زوجي اخاف ان اترك محمدا وحده في هذه الحياه الصعبه ستعيش وتفرح بزواجه واولاده اه يا محمد حملت عمك هما فوق همومه من شده حبه لك ومن مساوئ مجتمع مكه وقتها ان فاحشه الزنا كانت منتشره في جميع الاوساط وكانت عندهم من العادات ان المتغلب في الحروب يسبي نساء المقهور فيستحلها ولكن الاولاد الذين تكون هذه امهم يلحقهم العار مدى حياتهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث، أي يذهب لغار حراء فيتعبد ويتدبر ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض. كان صلى الله عليه وسلم يقضي الليالي الطوال في التجرد لله تعالى. يا حرب بن أمية إنما ما تفعله قيس عيلان من انتهاك للمحارم زاد عن حده وهذا يدعون للحرب يا أبا طالب حرب أنا قائدها أنت قائد قريش وكنانة إنهم ينتهكون الأشهر الحرم وينتهكون الحرم الحرب انها حرب الفجار متى تنتهي هذه الحروب اين انت يا محمد اين انت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخامسه عشر من عمره وكان ينبل على عمومته اي يجهز لهم النبل للرمي إن الظفر لنا نحن قيس عيلان. وكان الظفر لقيس عيلان في أول النهار. وفي نهاية المعركة كان الظفر لقريش وكنانة. انتصرت قريش وكنانة انتصرت قريش وكنانة في حرب الفجار محمد peace be upon him joined the war against infidels he also attended the oath in the name of justice محمد a participé à la guerre contre les infidels il a aussi assisté au serment لقد انتصروا ببركه محمد يا مولاتي فاطمه انه مبارك اينما كان يا حبيبي يا محمد يا نور عيني يا محمد وهكذا يا أخي الإمام سقلت الحروب والمحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته ودربته على قوة التحمل والصبر وسيرته الطيبة وحسن خلقه ساعده كثيرا نعم حسن الخلق حسن الخلق هو الرساله الروحانيه التي بعث بها كل الانبياء ورغم ان النبي كان طفلا ثم صبيا وشابا الا انه لم يله بالباطل انه الحفظ الالهي فالله يصنع الرسل على عينه يا ابا طالب ما بك يا رجل انا من زبيد جئت ابيع بضاعتي بمكه ولماذا تبكي هكذا العاص بن وائل اشترى البضاعه مني وحبس عني حقي الى متى هذا الظلم فلندعو كل ساده قريش لبحث هذا الامر واجتمعوا من بني هاشم وبني عبد المطلب وتيم بن مره واتفقوا وتعاهدوا في حلف اسموه حلف الفضول على ألا يجدوا بمكة مظلوما سواء من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه ونصروه وردوا له حقه. وشهد هذا الحلف رسول الله وقال بعد الرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. ولو ادعى به في الاسلام لاجبت وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث دائما عن القيم وينشرها بين الناس حتى قبل ان يبعث صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تحيي بها روحي وتوفر بها فتوحي وترفع بها حجتي وتنور بها قلبي كانت خديجه بنت خويلد امراه تاجره ذات شرف ومال تستاجر الناس في مالها وتضاربهم اياه فيأخذون بعض الربح. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه، وعظم اخلاقه، وأمانته، بعثت اليه. فعرضت عليه ان يخرج بمال لها الى الشام تاجرا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. اتدرين يا سيدتي فاطمه ان محمدا سيخرج في تجاره لخديجه نعم اعلم ذلك وستكون تجاره رائعه محمد بركه اينما كان يا بركه ان محمدا يخطف القلوب صدقت يا مولاتي فاطمه صدقت والله انه لاحب الي من اولادي واحب الي من نفسي ما هذا الصياح؟ ماذا, ماذا يجري؟ <applause> لا لا تأيد ابنتي لا تأيدها لا تقتلها <applause> دعيني أيتها قبل أن تجلب العار <applause> ابنتي إذا دعني أقبلها <applause> بل الموت لكل البنات قبل العار <applause> ابنتي <تصفيق> <applause> الم اكن بنتا الم تكن امك امراه فكيف كيف ومن اين ياتي الرجال اذا ماتت كل النساء <applause> ماذا ستفعل باولادنا ساقتلهم خشيه الفقر والاملاق هو لمن اعيش ان قتلت اولادي اخشى عليك وعليهم من فقري اخشى عليكم من الذل <applause> وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لا يجاري قومه فيما يفعلونه فكان لا يشرب الخمر ولا ياكل مما ذبح على النصب ولا يحضر احتفالات لعباده الاوثان وقد احاطه الله عز وجل بالحفظ والعنايه الالهيه سار النبي صلى الله عليه وسلم بالقافله الى الشام وكان معه ميسره خادم خديجه يتابعه ما أيسر هذا السفر ما أسهله أشعر بتفاؤل كبير لأني مع الصادق الأمين محمد ما أجمل هذا الرجل سمح إذا باع ما اسمه يا فتى؟ محمد بن عبد الله هل تعرفه من قبل؟ نعم إنه من بني هاشم وعمه أبو طالب ويعرف بالصادق الامين لانه ذو خلق حسن امين في كل شيء واخذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبيع بضاعه خديجه في سماحه وكرم وحسن خلق مما لفت نظر ميسره واعجبه بل وادهشه وباع النبي ما باع واشترى ما اشترى ثم اقبل قافلا الى مكه ومع اشتداد الحر يرى ميسره غمامه تظلل النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس يا فاطمه يا فاطمه ماذا يا ابا طالب لقد عاد محمد وقد كنت قلقا عليه وماذا عن تجارته لقد ربحت تجاره خديجه اضعافا مضاعفه لقد ربحت تجاره خديجه بنت خويلد مع محمد بن عبد الله انه لشاب مبارك حسن الخلق اسمعتم ما قاله ميسره عن عجائب تلك الرحله سمعنا وتعجبنا اكثر مما سمعنا كان محمد تاجرا ذكيا حسن المعامله مع التجار ولكن اعجب ما رايت يا مولاتي خديجه عندما اشتد الحر ونحن نسير رايت غمامه تظلله اينما ذهب وورقه هذا ابن عم السيده خديجه زوج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا وكان قد تتبع الكتب وعلم منها بقدوم نبي لاخر الزمان فلما حكت له خديجه عما قاله لها ميسره قال لها انه نبي اخر الزمان وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتابى عليهم ذلك فتحدثت بما في نفسها الى صديقتها نفيسه بنت منبه وهذه ذهبت اليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه ان يتزوج خديجه فرضي بذلك وكلم اعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه وعلى إثر ذلك تم الزواج أسمعت الخبر يا مولاتي؟ ماذا يا بركة يا أم أيمن؟ خديجة ما لها؟ تريد الزواج بمحمد يا له من خبر صار إنها ذات حسب ونسب محمد شريف ابن أشراف أيضا خديجة was the first of Muhammad's wives خديجة était la première épouse des femmes de Muhammad يا أهلا بك يا اهل مكه آه لقد سرقت كنوز الكعبه حتى آه. الكعبه لم تسلم من اللصوص بيت آه. الله الحرام آه. سرق يا اهل مكه, آه. يا أهل مكة. آه. يا أهل مكة. يا قومنا إن أحجار الكعبة مرصوصة من غير ميلاط ونخشى عليها من أن تتهاوى هناك سفينة تحطمت لرجل من تجار الروم فلنأخذ أخشابها ولنبعث للنجار القبطي ليسقف الكعبة بالأخشاب يا قوم يا قوم لقد بعث الله طائراً اختطف الحيه التي تتشمس كل يوم على جدار الكعبه فال خير فال خير حدث الناس يا ابا لهب لا تدخلوا في بنائها من كسبكم الا طيبا ولكننا نخاف هدم الكعبه هل ابدا انا في هدمها اللهم لا نريد الا الخير اذا ننتظر فان اصيب فلا نهدم منها شيئا وانتظر الناس حتى مرت الليله ولم يحدث مكروه للوليد ولم يصبه شيء فهدموا الكعبه واعادوا بناءها وجعلوا لها بابا وسقفا وتزينت الكعبه لاستقبال الحدث الاعظم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تؤكد بها حبي وتحقق بها قربي وتزكي بها لبي وتفرج بها كربي الصادق الامين الذي اذا اؤتمن عفه واذا عاهد صدق واذا وعد لا يخلف وعده ابدا طيب القلب حسن الطباع هو من استطاع ان يغير وجه الارض بدعوة الحق خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم هو من حل نزاع الحجر الاسود بين القبائل نحن <applause> اولى نحن من سيضع الحجر الأسود بل نحن من سنضع الحجر الأسود هل تقبلون بأن نحكم أول من يدخل علينا؟ لا مانع من ذلك يا ابن المغيرة محمد فطلب النبي رداء فوضع الحجر وسطه وطلب من زعماء القبائل ان يمسكوا جميعا باطراف الرداء وامرهم ان يرفعوه حتى اذا اوصلوه الى موضعه اخذه بيده الشريفه فوضعه مكانه صلى الله عليه وسلم حدثني عنه يا بركه يا ام ايمن كان دائما بركه في اي منزل ينزله سمعت ما جرى لحليمه اذ نزل بدارها زاد اللبن في الدروع وسمنت الماشيه اما عن الاحبار والرهبان فكلامهم عنه مثير يا بركه واول ما بدا به الوحي هو الرؤيا الصالحه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الله اليه الخلاء كان يخلو بغار حراء فيتحنث اي يتعبد وكان يتزود لذلك ثم يرجع الى خديجه فيتزود لمثلها يا أبي إنها ميتة ونحن نأكل الميتة يا بني، هيا أبي لا أطيق هيا يا ولدي فلربما ذبحتك إذا جاء الفرج أمام الصنم، هيا أمرك يا أبي ولدي فداء لك على ان ترزقني وتجعلني من ساده القوم ابي من هذا هذا الصنم هو الهك الذي تعبده هذا الهي عد معي يا زيد لله اعود ساعيش مع محمد انا اخيرك انا او محمد ساختار محمدا من اكرمني واواني وعلمني محمدا الصادق الامين ماذا ولكني والدك واريدك معي وانا اريد محمدا انا زيد بن حارثه والناس ينادونني بزيد بن محمد لقد اشترك محمد وخيرك بينه وبين ابيك فاخترت ان اعيش مع محمد لقد وجدت في محمد الوفاء والحنان يا زيد واصبحت زيد بن محمد وجدت فيه خصالا لم اجدها في احد غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال اقرأ، قلت ما أقرأ، قال فغطني به، أي ضمني، حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني" فقال اقرأ، قلت ما أقرأ؟ قال: فغطني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ماذا أقرأ؟ فغطني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ماذا أقرأ؟ قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم قال فقراها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكانما كتبت في قلبي كتابا فخرجت حتى اذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل فرفعت راسي الى السماء انظر فاذا جبريل في صوره رجل صاف قدميه في افق السماء يقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل فوقفت انظر اليه فما اتقدم ولا اتاخر وجعلت اصرف وجهي عنه في افاق السماء فلا انظر في ناحيه منها الا رايته كذلك فما زلت واقفا ما اتقدم امامي وما ارجع ورائي حتى بعثت خديجه رسولها في طلبي وانا واقف في مكان ذلك ثم انصرف عني ورجع النبي الى خديجه وقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الخوف فقالت له خديجه ما لك فاخبرها بما جرى وقال لقد خشيت على نفسي قالت خديجه كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر The message began with revelation and the first verses was revealed to Muhammad to start his mission Le message a commencé avec la révélation Et les premiers versets ont été révélés à Muhammad pour qu'il commence sa mission. وذهبت خديجه الى ورقه تقص عليه ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم فهتف ورقه قدوس قدوس والذي نفس ورقه بيده لئن كنت صدقتني يا خديجه لقد جاءه الناموس الاكبر الذي كان ياتي موسى وانه لنبي هذه الامه فقولي له فليثبت فرجعت خديجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما يقول ورقه والله يا محمد لتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ولئن انا ادركت ذلك اليوم لانصرن الله نصرا يعلمه يا سعيد بن زيد ماذا تريد في الحرب الدائره بين الاوس والخزرج خرج رجل يهودي يخبرهم بقدوم نبي جديد لئن لا جاء لاتبعنه وتوالى نزول الصور على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما النبي يمشي اذ سمع صوتا فرفع بصره قبل السماء فاذا بجبريل الملك الذي جاءه بحراء قاعد على كرسي بين السماء والارض فهوى النبي صلى الله عليه وسلم الى الارض ذهب النبي الى اهله وقال دثروني دثروني فدثروه اي غطوه فانزل الله تعالى قوله يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تكشف بها غمي وتغفر بها ذنبي وتستر بها عيبي وتهيئني لرؤيته ومشاهدته وتسعدني بمكالمته ومشافهته وعلى اله وصحبه وسلم وتعددت الصور والمراتب التي ياتي بها الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فربما ياتي الوحي برؤيا صادقه واما ان يلقي جبريل في روعه وقلبه من غير ان يراه النبي او ان يتمثل جبريل رجلا فيخاطب النبي وتعددت الصور التي ياتي بها الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ان يرى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها ومنها ان يكلمه الله بلا واسطه كما حدث في ليله الاسراء وبدا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا فكان اول من امن خديجه بنت خويلد رضي الله عنها فلقد صدقت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله بها عن نبيه كلما كذبه قومه ساندته وصدقته واخرجته من احزانه وبدا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا لمده ثلاث سنوات وكان اول من امن من الرجال هو الصديق ابو بكر رضي الله عنه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهكذا امنت اسماء وامن كل اهل بيت ابي بكر الصديق Khadija was the first Muslim among women. Abu Bakr was the first Muslim among men. Ali bin Abi Talib was the first Muslim among youth. Thanks to Abu Bakr, Islam expanded, and lots of people became Muslims. Khadija était la première musulmane parmi les thames. Abou Bakr était le premier musulman parmi les hommes. Ali ibn Abou Talib était le premier musulman parmi les jeunes. Et grâce à Abou Bakr, nombre de personnes devinrent musulmans. اجلس يا ابن المغيرة عش معنا ليلنا تمتع تمتع فنحن سادة القوم إلى أبد الآبدين <تصفيق> <تصفيق> يا ابن أخي، إني معك، أمنعك من قومك إن كذبوك، وأؤيدك وأنصرك. وأخذ النبي يشرح لأبي طالب دعوته إلى توحيد الله، وترك عبادة الأصنام، وأنه يأتيه الوحي من السماء: يا محمد، لا أستطيع أن أترك دين آبائي وأجدادي. حتى لا تعيرني العرب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واسلم بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن الرسول واسلم من الفتيان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه هذا؟ مولاي أمية ماذا تريد؟ لقد رأيت بلالا وهو جالس مع محمد إن كان هذا صحيحا لأذيقنه العذاب الأليم اين كنت ايها العبد مولاي أه كنت في الجوار لقد سمعت انك جلست مع محمد نعم يا مولاي لقد أه؟ امنت بالله وبنبيه ماذا تقول ان لم ترجع ساذيقك العذاب الاليم لن ارجع يا سيدي خذ خل... أحد 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 أبو بكر أعلن إسلامه يا عمار أرأيت يا زيد أبو بكر التاجر ذو الخلق يدعو من وثق به من قومه الى الاسلام. فأسلم بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام. وأسلم على يد ابي بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن ابي وقاص، وطلحة بن عبيد الله. فكان هؤلاء هم الثمانيه الذين سبقوا بالاسلام فصلوا وتصدقوا ثم اسلم ابو عبيده بن الجراح وابو سلمه بن عبد الاسد والارقم بن ابي الارقم واسلم عثمان بن مضعون واخوه قدامه وعبيده بن الحارث وسعيد بن زيد بن عمرو وامراته فاطمه اخت عمر بن الخطاب واسماء بنت ابي بكر وعائشه بنت ابي بكر وهي يومئذ صغيره ومجموعه اخرى من كبار الصحابه والصحابيات رضي الله عنهم اجمعين لا ادري ما الذي يجري في قريش يا هند لقد تفرقت قريش يا ابا سفيان تفرقت بسبب محمد واصحابه لا. لو اتبعت دين محمد لتساويت مع عبيدي <applause> ولاصبحت انا وامتي سواء بسواء من يزيح عنا هذه الغمه يا ابا سفيان انها مجرد بدعه ولسوف تنتهي شاء من شاء وابى من ابى خديجه ستصبح سيده هذا القوم اذا انتصر محمد بدعوته بلال بن رباح سيصير مساويا لابي لهب اذا انتصر محمد اموال الحج وتجاره الاصنام في مكه ستنهار اذا انتصر محمد الظلم الظلم هو من يقوينا ويرفعنا فوق العبيد اذا حل العدل الذي جاء به محمد لهلكنا لا لن ينتصر محمد لن ينتصر ما الذي يفعله هؤلاء الذين كفروا بالهتنا هيا نقاتلهم واتجه المشركون نحو الصحابه وهم يصلون فقام سعد بن ابي وقاس وامسك بلحى بعير فشج راس المشرك المعتدي فكان سعد بن ابي وقاس اول من اسال دما في سبيل الله دماء دماء لن نتركك أنت محمدا حتى تخرج من مكة كلها سأمنع قريشا من أن تظهر على ابن أخيه فامض يا محمد في دعوتك كما أمرت ماذا نفعل في محمد واصحابه فلنعرض على ابي طالب ان يسلمنا محمدا او ينازلنا فيكسب احد الفريقين ابعثوا الى ابي طالب لنتشاور ولكننا لن نخذل الهتنا اجل وهكذا بدا الصراع الابدي بين الحق والباطل فاما من اختار الحق فقد اختار السعاده واما من اختار الباطل فقد اختار الشقاء بسم الله الرحمن الرحيم ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تحيي بها روحي وتوفر بها فتوحي وترفع بها حجتي وتنور بها قلبي سيظل ذكر ما جرى للنبي الكريم من قومه وتربصهم به محفورا في التاريخ كيف اذوه وكيف كفروا بما جاء به من الحق حين عرفت قريش أن أبا طالب لن يخذل النبي صلى الله عليه وسلم ابتقروا فكرة غريبة غير مسبوقة يا أبا طالب إن نراك تقف إلى جوار ابن أخيك إنه ولدي وأنا مانعكم من أن تطالوه بأذى يا أبا الحكم ولكننا لا نصبر على سبه لآلهتنا إنكم من تبدأون بعداوته والاستهزاء منه يا أبا لهب يا أبا طالب إننا لن نصبر على سب آلهتنا وما يفعله محمد بنا فسلمه لنا تسلم The psychological war began and Quraysh turned against Muhammad and his companions just to eliminate the new religion. La guerre psychologique a commencé. Quraysh

نحن قريش خير من يبيع الاصنام والالهه في موسم الحج اقترب اقترب اشتري اصنامنا اقترب بكم تبيع هذا الإله؟ بثلاثة دراهم لا 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 هذا لا يساوي أكثر من درهم فقط آه. لقد اشتريت مثله في الموسم الماضي بدرهم وتحطم مني ولولا ذلك لا احتاجت أن أشتريه مرة أخرى اذهب اذهب قبل ان يغضب عليك الاله اذهب لا 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 لا, لا, استطيع ان اتحمل غضب الاله ماذا سنفعل مع ابي طالب ومحمد ان قتلناهم اشعلنا نيران الحرب وان سكتنا ضعنا وضاعت هيبتنا ماذا ترى يا ابا سفيان ان محمدا جاء بدين يساوي بين الساده والعبيد ويساوي بين الابيض والاسود ولا يامر بواد البنات ولا قتل النفس من املاق جاءتني فكره عسى ان يرضى بها ابو طالب ما هي يا ابن المغيره تعالوا معي يا ابا طالب جئناك بعمارة ابن الوليد. أنهد فتى في قريش وأجمله. فخذه لك ابنا وأسلم إلينا محمدا. أسلم إلينا من خالف دينك ودين آبائك. وفرق بين الأب وابنه. أتعطونني ابنكم لأربيه لكم؟ وتعطينا محمدا واعطيكم ابني لتقتلوه فانما هو رجل برجل والله لبئس المساومه لقد انصفناك يا ابا طالب والله ما انصفتموني فاصنعوا ما بدا لكم يا ابن اخي ان قومك قد جاءوني فقالوا لي كلاما فابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا اطيق فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمه خذله واسلمه وانه لن ينصره فقال صلى الله عليه وسلم يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكى أبو طالب وقال: يا محمد أقبل أقبل يا ابن أخي اذهب يا ابن اخي فقل ما احببت. فوالله لا اسلمك لهم ابدا. ورفض ابو طالب ما يقولون ونهرهم. يا لهفي عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا بني هاشم يا بني هاشم ادعوكم لمنع قريش عن محمد والقيام دونه كلنا معك كلنا مع ابي طالب ومحمد ان ابن اخي الصادق الامين عاش فيكم سنين طويله لم يكذب لم يغدر وهو ليس بكاهن ولا شاعر ولا ساحر معك نمنع محمدا ونحميه كلنا معك نمنع محمدا ونحميه إنما يفعله محمد كذب وضلال يا أبا الحكم نعم وقد قلاه ربه لو انتشر دينه وساوى بين الساده والعبيد لهلكنا <applause> وضاعت تجارتنا من سقايه ورفاده وبيع اصنام وافلسنا ولم نعد ساده كما كنا حتى لو كان محمد على حق فلن نتركه يساوينا مع عبيدنا وخدمنا ثم هو يبدل دين الاباء والاجداد. لا تقلق، فابو لهب له بالمرصاد. واستمر التعذيب والتنكيل بعباد الله المؤمنين. قل ان اللات الهك من دون الله. <صدق> لا. لا إله, إلا الله. محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله وكان ال ياسر من المستضعفين فكان المشركون ينزلون بهم العذاب الشديد بلا شفقه ليرجعوا عن دينهم فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه آه. سميه وزوجها وابنها عمار دعوهم لي انا وكانت سمية أول شهيدة في الإسلام ما زلنا نعذب أصحاب محمد ونمكر بهم ولا يتراجعون عن دينهم الجديد هذا الدين الذي يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا مم. حتى الإماء اصبح لهن صوت يا ابا لهب وانتم صامتون لبئس الزوجه انت ابتعدي عني تضربني يا ابا لهب شلت يدك يا ابا لهب تمد يدك علي هكذا تضربني أيها الأحمق وأنا التي أقف إلى جوارك وأدعمك ما فعلته معي يا أبا لهب لن يمر بسهولة وسأعرف كيف أنتقم منك وأجعلك تعرف من أنا أيها الحقير وبدأ تعذيب المشركين للضعفاء من المسلمين وهذا بلال يضعون فوقه الصخرة العظيمة أحد الأحد أكفر بمحمد نعطك ونلبسك الحرير والذهب أحد أحد سينالك العذاب الأليم ارجع لآلهتك! أحد أحد! لن نرحمك حتى تعود يا أسود الوجه! أحد أحد! أحد أحد! وهكذا تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم الأذى مع أصحابه الصابرين المحتسبين ثم جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوه وخرج الى جبل الصفا يا بني فهر يا بني عدي حتى اجتمعوا فجاءه ابو لهب وقريش فقال الرسول عليه الصلاه والسلام أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ نعم 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 نعم, نعم،, نعم،, نعم، ما جربنا نعم، عليك إلا الصدق نعم، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد تباً لك تباً لك الهذا جمعتنا فانزل الله قوله تعالى